القضاء على الفساد في ليبيا يجب تفعيل القضاء وتفعيل الأجهزة الرقابية والخطب في المساجد لتوعية الناس على حرمة الفساد وسرقة المال العام. قضاء على الرشوة والمحسوبية والفساد والواسطة اللي هي ابن عمي قريبي هذه صاحبي، والمسؤول يقعد مشرف إشراف دقيق على مسؤولينا وعلى الموظفين اللي معاه، ويبدأ من نفسه يقيم نفسه ويقيم موظفينا بيشتقد العمل ماشي في الدولة، وهذا مال عام ومال يتحاسب عليه اليوم الدين. قضاء على فساد في ليبيا عن طريق تفعيل الأجهزة الرقابية والأمنية، وعن طريق المساجد لتحذير الناس من سرقة الأموال العامة. للقضاء على الفساد في الدولة الليبية يجب متابعة الميزانيات الصادرة من الحكومة ومتابعة طرق صرفها.